كابتن وليد صلاح الدين، هنروح سريعا لكابتن سامي قمصان المدرب العام للنادي الاهلي. مساء الفل على حضرتك. نور يا شيماء، اهلا اكيد يعني منورنا هنا، والف الف مبروك على فوز امبارح، فوز كبير جدا، فوز مهم جدا للنادي الاهلي في بدايه مشواره في الدوري الممتاز في الموسم الحالي. الحمد لله، الله يبارك فيك، متشكر ليك طبعا، ومبروك لجمهور النادي الاهلي، مجلس اداره وجهاز واللعيبه، وان شاء الله بدايه كويسه ومفاجاه لينا، ان شاء الله نقدر نبني عليها المباراه الجايه ان شاء الله، ونحقق البطوله اللي غايبه عن النادي الاهلي، لان حضرتك عارف جمهور النادي الاهلي دايما بطوله الدوري بالنسبه له حاجه كبيره وحاجه مهمه. طبعا فوز كبير اكيد يا كابتن سامي امبارح، يعني عدد كبير من الاهداف، اكيد كان محتاج تجهيزات مختلفه للمباراه دي اللي دايما بتكون خارج كل التوقعات وكل الحسابات. طبعا مباراه القمه دايما كالعاده فيها استعداد قوي من ناحيتين، يعني سواء من عندنا او من الناحيه الثانيه، اعتقد الفرقه اللي بتستعد اكتر وعندها دوافع اكتر وعندها استعداد نفسي كويس وخططي، اعتقد بيبقى لها حظ يعني. فالحمد لله ان احنا الحمد لله كنا محضرين كويس، الراجل حضر كويس للمباراه، طريقه اللعب والشكل اللي نقدر نلعب بيه وازاي نستغل الفرص المتاحه بالنسبه لنا، واعتقد الحمد لله كان ربنا طبعا كان في توفيق كبير، لكن دايما التوفيق بيروح لاهله يعني، اعتقد الحمد لله اللعيبه تعبت واجتهدت واخلصت عشان كده ربنا اداها الحمد لله. كابتن خليني اسالك برضو على طريقه اللعب اللي كانت عامله يعني جدل كبير قوي في الفتره اللي فاتت دي، اللي اصرته عليها وبالفعل نجحت جدا مع نادي الزمالك، كمان شفنا عدد كبير قوي من الاهداف، شفنا يمكن في اول 25 دقيقه من اللقاء 3 اهداف مره واحده. لا يمكن طريقه اللعب مش جديده علينا، يمكن احنا لعبناها في نادي بس بدانا الموسم بيها صحيح، لكن قبل كده لعبناها قصاد سان داونز قصاد الترابي، فاعتقد دي حاجه مش غريبه على اللعيبه ولا علينا، بنتمرن عليها الحمد لله بشكل مختلف، لان انت حضرتك عارفه طبعا مهم جدا ان الفرق الكبيره تكون عندها طرق لعب مختلفه عشان اكيد تبقى مناسبه لكل المباريات لكل المنافسين. صحيح بالظبط يعني، فيمكن احنا برضو في ماتش البنك الاهلي بدانا بيها وبعد كده غيرنا 4-3-1 وربنا برضو كرمنا فيها الشوط الثاني، فطبيعي جدا بقدرات وامكانيات لعيبه النادي الاهلي يقدروا يستوعبوا اي طريقه الراجل بيشتغل بيها، ودي حاجه صحيح طبعا تحسب للراجل وتحسب للعيبه، وان شاء الله ان شاء الله اللي جاي ان شاء الله يكون افضل من ده. كابتن سامي خليني برضه اقول لحضرتك ان يعني جماهير النادي الاهلي بطبعها طماعين، يعني هم مش بس عايزين يكسبوا ومش بس عايزين يادوا كويس، لا عايزين كمان يكسبوا بفرق لو ده ممكن. شفت ازاي ردود الافعال امبارح اللي كانت لا احنا عايزين 5-6-7، ليه مش اكتر من كده؟ بصي والله انا كنا راجعين من المباراه طبعا كلنا مبسوطين جدا جدا، صحيح لعيبه وجهاز شويه رد فعل الناس كان ممكن ان احنا كنا نجيب اهداف اكتر والكلام ده، يعني ممكن هو ده اللي الراجل اتكلم عليه خصوصا بين الشوطين، يعني ان احنا لازم نستغل الفرص اللي عندنا، مش عاوزين ندخل الفرقه معانا في المباراه، لان برضو انت بتلاعب منافس برضو عنده خبرات وعنده لعيبه كويسه وعنده مدرب برضو بيقدر عنده حلول، الراجل عنده خبرات في افريقيا وفي الدوري، فمهم جدا ان احنا ما ندخلهمش في اللعب، مهم جدا ان احنا كل ما يكون عندنا فرصه ان احنا نسجل نسجل، ويمكن الحمد لله برضه كانت تغييراتنا معظمها كلها هجوميه باستثناء طبعا ايمن وبدر لانهم كان اصابات، كان حاجه خارجه عن ارادتنا يعني. لكن في الاول والاخر طبعا انا مقدر طبعا جمهور النادي الاهلي بيحب طبعا يكسب كل المباريات باهداف باهداف كثيره واداء مميز على طول، لكن في الاول والاخر كان المهم بالنسبه لنا ان انت تكسبي 3 نقاط مهمه جدا في بدايه الموسم، ان انت تراجعي ثقه الجمهور فيكي تاني، ان انت برضو تكسبي المنافس التقليدي بتاعك، ودي حاجه صحيح كبيره، لان فتره كبيره جدا النادي الاهلي ما كسبش 5 اهداف صحيح. طبعا مش احسن حاجه بالنسبه لنا ان احنا نستقبل 3 اهداف، ودي كانت حاجه برضو بالنسبه لنا من الحاجات السلبيه، ان احنا كنا من بدايه الموسم كنا عاوزين بنشتغل عليها ان احنا ما نستقبلش اهداف، لكن صحيح المباراه طبعا النهارده برضو يعني كانت يعني حاجات غصب عننا طبعا، ضربه الجزاء اعتقد يعني ما اعرفش صحتها ايه، برضو هي ممكن ادت طموح برضو للفرقه، فحاجات طبيعيه لازم نستفاد بيها وكل ماتش نستفاد بيه وناخد خبرات بيه، لكن نوعدهم ان شاء الله ان احنا برضو نقاتل اكتر ونحافظ اكتر على الاداء دوت، وان شاء الله نقدر نحسم كل البطولات ان شاء الله اللي احنا نشارك فيها. طب عايز اسالك بقى على ديانج تحديدا، يعني جاله عروض لكن النادي الاهلي تمسك بيه وبوجوده مع الفريق. يعني بصي انا خليني معلش اتكلم معاكي دايما في الامور الفنيه، لان في الحاجات الاداريه دي انت حضرتك عارف المنظومه عندنا طيب بتشتغل ازاي. خليني بقى اخدك لكابتن سامي نفسه، يعني كابتن سامي قمصان مدير فني هايل، قدر ان هو يصعد فريق حرس الحدود، قدم معاهم يعني موسم كويس جدا، وبرغم كده وطبعا هو اكيد كان عنده طموح كبير جدا ان هو يكون مدير فني مستقل بنفسه عنده نتائج لوحده عنده اسم يبنيه، لكن برغم ده انت وافقت انك تروح النادي الاهلي وتكون الرجل الثاني هناك، وقلت ان ده عمره ما كان هيحصل غير جوه النادي الاهلي. ان شاء
شرف لاي حد اللي هو يدير النادي الاهلي. اه طبعا بقى كان عامل طبعا في الاول والاخر اول ما النادي الاهلي بيطلب اي حد اعتقد ده شرف كبير جدا. يمكن حضرتك بتقولي الراجل الثاني، انا كنت الراجل الثالث مش الراجل الثاني، لكن كنت سعيد جدا. ومجرد تفكير مسؤوليه النادي الاهلي كابتن خطيب ولجنه التخطيط في الواحد كان شرف كبير جدا، يعني شهاده الواحد يعني في رقبتي لحد يعني يوم الدين يعني. لكن طب ده كنت ممكن تعمله يا كابتن سامي في حته تانية غير النادي الاهلي؟ لا طبعا لا طبعا لا طبعا لا طبعا صحيح صحيح. لا طبعا. كابتن سامي قمصان، يعني حضرتك كنت اكيد لاعب مميز مدرب مميز، واكيد بتمنى لك كل التوفيق في مشوارك التدريبي. بشكرك جدا على وجود حضرتك معانا. كان معانا كابتن سامي قمصان مدرب العام في النادي الاهلي.